تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. احد هزاز الرؤوس او مجموعه وهزاز الرؤوس اللي بيتواجدوا في قناه الحدث اليوم خدوا اوردر وخدوا يعني كارت بلانش للهجوم او مواصله الهجوم او العوده للهجوم مجددا على كابتن الخطيب والتقليل منه، وان هم يعني عارفين المثل الشهير النقط تلهيك واللي فيها تجيبوا فيك او نقط ست جرانها، الامثال اللي حضراتكم عارفينها او ما تعرفوش اسالوا كده عليها. ده بينطبق على هزاز الرؤوس وعلى مرتزقه مرتضى منصور. طالع عبد الشافي صادق احد هزاز الرؤوس، وكمان هجيب لكم فيديو تاني لهزاز الرؤوس، وهات يا هز وهات يا تنطيط وهات يا قله ادب وتقليل من الكابتن الخطيب الاسطوره غصب عنهم وغصب عن رئيسهم وغصب عن جمهورهم. طالع عبد الشافي صادق بيتكلم باسلوب غير محترم على كابتن الخطيب، واتكلم وتناقش على موضوع الساعه بتاع نادي القرن اللي مش عايزين ينسوه. يا عم ما تروح تشتكي، قول ان الزمالك نادي القرن، حد هيقول لك بن؟ روح اعمل هات 1000 محامي وروح للفيفا قول لهم الامر كذا كذا كذا، انا مش راضي، انا نادي القرن قاعد فيها كده، روح قول لهم كده. تمام. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عبد الشافي صادق قال ايه على كابتن الخطيب، وايه ردنا عليه هيكون شكله ايه، وهنرد بالاساليب المحترمه وبالاساليب الملتزمه وبالادله وبالبراهين وبالقرائن، وهنشوف هل عبد الشافي صادق دوت متحول، كان بيقول ايه وبقى بيقول ايه، وكان بيقول ايه وبقى بيقول ايه. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف احد هزاز الرؤوس قال ايه على كابتن الخطيب، وتعالوا لنا تاني عشان عندنا كلام في غاية الأهمية عايزين نقوله. بس ما تنساش عزيزي الأهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو أول مرة تشوفني أول مرة تتابعني أول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف أحد هزاز الرؤوس قال إيه أول إمبارح على كابتن الخطيب، وتعالوا لنا تاني عشان عندنا كلام مهم عايزين نقوله. يلا بينا. كان في دعوة لأساطير الكورة. ايه الاساطير دي؟ ايه الاساطير دي؟ هقول لك. دعوة خاصة لاساطير كبار الكورة، تمام؟ كله راح الا اتنين، محمود الخطيب وحسن شحاتة. ما راح على جهة، ما راح تقول دعوة. ليه بقى؟ أنت اللي قلت، ليه؟ أولا الكابتن خطيب عايز أقول لك حاجة، أنا معترض على كلمة أساطير. ما علينا، بس عايز مش عليك لازم اقول لك، انا مش راضي على كلمه عباره اساطير. هو حضرتك مش راضي كشخص وكفرد، لكن هم من ضمن الاساطير بالنسبه لي. تقولي لي ليه؟ ليه؟ طب اتفضل. ليه؟ اصلا مباراه السنغال دي مباراه مهمه ومصيريه ويتوقف عليها مستقبل الوطن. تمام ماشي تمام. ما ينفعش حضرتك تحوليها لاحتفاليه، ما ينفعش، وده لازم يسأل عليه اتحاد كره القدم. والكابتن حازم امام لما طلع وقال احنا بعتنا الاسماء دي الناس اللي شاركت في كاس العالم وشاركت في كاس الامم الافريقيه، حضرتك يا فندم على الاقل طب ما تجيب لي حد من الناس بتوع 57 عايشين لغايه دلوقتي، فيهم ناس عايشه، الناس بتوع 86 فيهم ناس عايشه، اللي هو حضرتك بس الاسماء دي. وبعدين ايه اساطير؟ انا اعرف. طب اسالك سؤال، ما هي معايير الاسطوره عند اتحاد كره القدم؟ حسن شحاته من ضمن الناس اللي كان مدرب. يا استاذه هبه انا بسالك سؤال، ما هي معايير الاسطوره؟ الاسطوره انه حد جامد كبير في نادي الزمالك في نادي الاهلي يكون حقق بطولات في المنتخب بتاعه، فريقه كان ليه حضور في تدريب فريقه، حد كبير جوه النادي. برضه انت ما جاوبتيش على السؤال. يعتبر ما هي معايير يعتبر الاسطوره؟ كل لا هو لا حد كبير في نادي الزمالك او نادي الاهلي. يعني عارفه يعني اسطوره ايه؟ يعني واحد عمل حاجه خارقه للطبيعه، خارقه لقوانين البشر، خارقه لقوانين الطبيعه. انت رافض كلمه اسطوره؟ دي اسطوره. انت رافض الكلمه دي؟ طب ايه البديل؟ عارفه مين البديل؟ عارفه مين اللي ممكن اقول عليه البديل لكلمه اسطوره؟ معلش، نجوم منتخب. نجوم منتخب بس او نجوم الكره المصريه، هما بالنسبه لجمهورهم اساطير. يا ستي يبقى انا على فكره ده ما يزعلش، كلهم اصحابي وانا هم كل التحيه والتقدير مني. وانا كنت اهتف لهم لما كانوا في الملاعب، بس انا عاوز اقوله اتفضل. ما هي معايير الاسطوره؟ عشان ما حدش يطلع كل شويه حد اصل فلان ده الاسطوره. طب عمل ايه؟ يعني في اسطوره من الاساطير لما جيت اتكلم اقرا تاريخها لقيته جاب ثلاث اجوال.
الخطيب جاب 3 اجوان. ممكن ينطبق عليه. حد كبير من الصغير. حسن شحاته حد كبير من الصغير. تعالي بقى شوف محمد صلاح جايب كام لغايه دلوقتي في الدوري الانجليزي. معاك واحد ده الاسطوره هدف. الكبير قوي. ماشي تمام. واخد كام جايزه؟ واخد اكتر من 50 جايزه. تمام. واخد افريقيا كام مره؟ وكان بينافس على احسن لاعب في العالم. بينافس مين؟ كريستيانو رونالدو وميسي، وهو تالت اهم لاعب في العالم. تمام. ده اسميه اسطوره ولا اسميه ايه بقى؟ لاعب. لا طبعا اسطوره. انا حد يطلع يقول لي ايه هي معايير الاسطوره؟ هقول له تعظيم سلام. اديني معاييرها 1 2 3 4 وعرفت، عشان زي موضوع القرن كده. لما قال لي خلاص ادوا القرن، طب ايه هي معايير القرن؟ هو الفريق اللي فايز كتير ببطولات كتير، ولا الفريق اللي اكثر مشاركه؟ انا اعرف الفريق اللي جاب القاب كتيره ده يبقى بطل القرن. يعني مثلا الزمالك واخد 9، ما ينفعش حد واخد اقل يبقى هو القرن. ده الموضوع مضايقك قوي كده. مش مضايقني يا هبه. لازم تحط لي معايير عشان تكون ومعايير مقنعه. طب خلاص خلاص احنا نهدى شويه ونرجع لنا. في البداية عبد الشافي صادق قال ان ايه معايير اختيار الاسطورة؟ ده في واحد ما جابش غير 3 اهداف مش عارف مع مين، واحد مش عارف ايه، وابتدى ينبط على كابتن خطيب. طبعا اللي تم اختيارهم دول مش اساطير. مش اساطير، كلمة اسطورة تنطبق على كابتن خطيب، على حسن شحاتة، على رونالدو، على ميسي، على مارادونا، على بلي، اللاعب الساحر الاسطوري اللي بالارقام وبالموهبة وبالاخلاق. وبالاخلاق يا كابتن عبد الشافي او يا استاذ عبد الشافي. في البدايه اتكلم على ايه معايير الاسطوره؟ ايه هي معايير الاسطوره؟ الاسطوره ازاي تنطبق على مين؟ مش تقول لنا ايه هي معاييرها؟ ايه الاختيار؟ وفي نفس الوقت انا هجيب لكم هو قال ايه على كابتن خطيب بلسانه، وبعد كده راح مختار شيكابالا كاسطوره. طب انت ايه معاييرك على شيكابالا ان هو اسطوره؟ ولكن احنا هنرد على الجزئيه دي، وبعد كده انا اوريكم جزئيه ثانيه فضيحه ليه هو وباقي المرتزقه. بيتكلم على نادي القرن ومش نادي القرن. يا حبيبي يا ضنايا يا سيدي، هو انتوا ما بتزهقوش؟ ما فيش هنا دماغ. ما قلنا لك نادي القرن تم اختياره بمجرد يعني اللي اشترك 20 مره واشترك 40 مره زي اللي ما اشتركش خالص، زي اللي خد البطوله مرتين ونام. ما ينفعش. انا بشارك بروح لدور ال 16 باخد نقط، دور ال 8 باخد نقط، في النهايه باخد نقط، البطوله باخد نقط. الزمالك عمل ايه؟ ما تفهمنا. ونفس هي المعايير هي بتطبق في القرن الحالي. ما تروح تعترض وتقول له لا انا مش عايز المعايير هي تتغير، غير لي المعايير وحط لي الاكثر تتويجا والاكثر بطولاتا. وروح اشتكي. ده بخصوص المعايير ونادي القرن والاسطوره. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ايه هي معايير وهل كابتن خطيب اسطوره ولا لا؟ تعالوا شوفوا الفيديو ده، وكمان هتشوفوا الفيديو بعديه على طول لازق فيه. مش هطلع اتكلم في الفصل، هتكلم في اخر الفيديو. عبد الشافي صادق نفسه بيقول على الخطيب اسطوره، راجع تقول ان الخطيب مش اسطوره؟ يا عم ما ترسلك على بره، هو الخطيب اسطوره ولا مش اسطوره؟ وفي نفس الوقت اللي هو بيقول لك انا عايز معايير، ايه معايير الاختيار؟ مختار لي شيكابالا اسطوره واسطوره الكره المصريه. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هزاز الرؤوس وقله ادبه مع النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي وابراهيم المنيسي واختيار نادي القرن، وتعالوا لي تاني علشان عندنا كلام مهم عايزين نقوله. يلا بينا. كابتن محمود الخطيب، مواليد 30 اكتوبر 1954، وهو لاعب كره قدم مصري سابق، لاعب للنادي الاهلي ومنتخب مصر لكره القدم، وهو الرئيس الحالي للنادي الاهلي المصري. ولد الخطيب في قرية مصرية تتبع مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ومن القرية انتقل الطفل الصغير مع أسرته إلى القاهرة. انضم محمود الخطيب لنادي النصر بمصر الجديدة، وعندما بلغ 15 من عمره بات اسمه يتردد في مجال الكرة، خاصة خلال مشاركاته في دوري المدارس من المدرسة الرياضية. وافق مسؤولي نادي النصر على انتقال الخطيب إلى النادي الأهلي، كان قريبا جدا من التوقيع للإسماعيلي، وكان عمر الخطيب 16 سنة فقط. لعب الخطيب وهو في هذا السن مع فريق تحت 18 سنة، وكانت
أول مشاركاته أو مبارياته أمام فريق ناديه السابق فريق النصر. صعد الفريق الأول ليلعب أولى مبارياته الرسمية أمام نادي البلاستيك في 15 أكتوبر سنة 1972، وفي نفس المباراة سجل أول أهدافه ومن بعد ذلك توالت الأهداف في الدوري حتى وصلت عند يوم اعتزاله إلى 108 هدفا في بطولة الدوري، سجلها في 199 مباراة خلال 17 سنة متصلة من اللعب. وفي سنواته 16 مع الشياطين الحمر فاز الخطيب ب10 ألقاب دوري و5 كؤوس مصرية، كما صنع التاريخ في المسابقات القارية حيث سجل 37 هدفا في 49 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتجاوزه حتى الآن. رفع الخطيب مع النادي الأهلي كأس أفريقيا للأندية، سلفا هو دوري أبطال أفريقيا بالمسمى الحالي، عامي 1982 و1987 وكأس الكؤوس الأفريقية في أعوام 84 و85 و86. على الساحة الدولية ظهر الخطيب لأول مرة مع الفريق الوطني عام 74، وشارك مع الفراعنة في الألعاب الأولمبية لعام 80 و84، وفاز بكأس الأمم الأفريقية عام 86، وحصل الخطيب على ألقاب فردية أبرزها أفضل لاعب أفريقي عام 83 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري المصري موسم 87-88 و80-81. شباب الأرقام قليلة، حسام عاشور ماخد مع الأهلي يمكن 30 بطولة، مش كده؟ بس ده حسام عاشور. شيكابالا ما خدش بطولات قده، بس ده شيكابالا ده أسطورة. كرة القدم خلقت للمتعة، مش إن أنا أشغل عداد كام دوري وكام كاس. فالمتعة في شيكابالا. طب أنا ممكن أقول حاجة؟ اتفضل. هو مش الكابتن محمود الخطيب هو أسطورة؟ ما عندوش أرقام. هل الكابتن محمود الخطيب أرقامه زي أرقام مثلا الكابتن شادي محمد؟ لا طبعاً لا. ولا حسام عاشور. بس احنا لحد النهارده نقول ان الكابتن محمود الخطيب كان لاعبا اسطوره. فنان اسطوره. هو فنان جايز. لا 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 فنان. كابتن محمود الخطيب فنان. لا اسطوره في الاسطوره فنان. لا انا دي وجهه نظري. لا انا بقول ان الكابتن محمود الخطيب منذ ان كنت طفلا وانا بقول على مصر. كابتن محمود الخطيب ان كان اسطوره. كابتن محمود الخطيب ان كان اسطوره في فنه الراقد كلاعب كره قدم لا يعوض، وصعب ان الملاعب تجيب زيه كتير، فشيكابالا في نادي الزمالك اقدر اقول برضو بفنه الراقي لعب في اوقات صعبة جدا وباهداف عظيمة لا يمكن ان يحرزها لاعب مثل شيكابالا او اللي زي شيكابالا. شيكابالا بس واحد بس زي ما هو في الزمالك، الخطيب واحد بس زي ما هو في الزمالك. يا احمد ممكن اقول كلمة؟ ربنا يخليك يا احمد. شيكابالا اسطورة مصر الوحيدة بعد محمد صلاح. اقول لك احمد كلمة، لولا ظروف شيكابالا كان نفس على البالون دور. لولا الظروف شيكابالا موهبه لم تتكرر. لعيبه الكره بالنادي الاهلي وكل ما فيش حد فيهم اتعرض للمنع او اتعرض للشطب من النادي الاهلي. طيب في نقطه بس هضيفها في القصه بتاع الاستاذ ابراهيم عيسى دي، عشان هم كانوا طول عمرهم والنادي الاهلي واعلام النادي الاهلي عندهم فزاعه وعندهم حاجه كانوا على طول بيقعدوا يرددوها، ان الزمالك ما عندوش قيادات تتكلم، الزمالك ما عندوش كوادر بتطلع، الزمالك ما عندوش اعلاميين يعرفوا يتكلموا عنه. التجربه اثبتت الفتره الاخيره دي، لو هنتكلم على كتله الاعلام احنا لو كمان جنبنا نفسنا احنا الحمد لله احنا وجعنا ناس كتير جدا، لكن لما يطلع استاذ ابراهيم عيسى في مره او مرتين يعمل حوار مع الكابتن حسين لبيب ويطلع مره يتكلم على حاجه ويحصل رد الفعل ده، فعلى الجميع ان يعلم ان نادي الزمالك عنده قيادات وعنده رموز وعنده اعلاميين وكوادر يعرفوا يتكلموا كويس جدا. لما مصر كلها تقف انتباه وتقعد انتباه قدام الشاشه في حوار استاذ عمرو اديب مع شيكابالا، يبقى هو ده نادي الزمالك وهم دول ولاد نادي الزمالك. لما الاستاذ ابراهيم عيسى يتكلم على الجميع ان هو يستمع ويتعلم ادب الحوار ولغه الطرح. تمام. لعلك يا كريم انت اشرت لحوار عبقري انا اشرت ليه في البدايه، وهو حوار استاذ عمرو اديب واستاذ عبد الشافي مع شيكابالا. ويمكن انا اقول لك ان مش في مصر بس، انا يمكن اختلف بقى مع كريم، ان هذا الحوار حقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة لقناة ام بي سي مصر. لم يحدث في تاريخ ام بي سي مصر ان يكون هناك حالة مشاهدة او كثافة مشاهدة لاي حلقة لاي برنامج كما حدث في لقاء شيكابالا. هنا انا لازم اقف امام هذا قبل ما تفتح الحوار ده، بس عشان احنا اتكلمنا على كابتن حسين البدري عايز اوضح شيء. الخبر بتاع توجيه شغل كابتن حسين البدري اتشال دلوقتي، لسه زميلي الاستاذ محمود احمد معانا في الاعداد بيبلغني اتشال على صفحة اتحاد الكورة،
فيا ريت اتحاد الكره يطلع يقول لنا بس الخبر تشيلسي ايه ممكن يكمل يعني ولا لا بيان هتلاقي اكتر من 30 40 بيان كل شهر في بيان او اتنين كل شهر ده في يوم واحد بس طلع ثلاث بيانات انا ما اعتقدش ان فتره الاستاذ محمود طارق كان فيه ما كانش في بيانات خالص لانه كان متفرغ لاداره النادي الاهلي وبطاقه النادي الاهلي وبيبني النادي الاهلي بصراحة. وبيعمل شغل في النادي الاهلي فما كانش عنده وقت محمود طارق كان هايل رائع انا على فكره على مستوى شخصي صديقي وبحبه جدا كان هايل الكابتن حسن حمدي عمل تاريخ في النادي الاهلي صالح سليم طبعا اسطوره ما حدش يقرب لها فالنادي الاهلي في الفتره دي عنده احترافيه في الاداره تمام. احترافيه في التعامل مع المواقف مش كل حاجه اطلع حد يشتم حد او اطلع بيان ضد حد ده في يوم واحد بس كان قناة الحدث في مذكرة للمجلس الأعلى للإعلام كان خالد غندور في مذكرة ضده مش عارف انت في مذكرة ضده رضا عبد العال كريم مصطفى مش عارف اي حد كان معدي في الشارع كان في مذكرات ضده وبرامج يعني صعبة المهم فدي احنا يعني يجب على الناس ما تتعاملش مع المواقف دي حتى عمرو اديب بيتهاجم عمرو اديب بمجرد مجرد ان هو عمل حوار شيكابالا ادخل حوار شيكابالا اتكلم الاول يا كريم ما انا استنى اكمل يعني خلص حوار شيكابالا من هنا كان قناه النادي الاهلي ازاي عمرو اديب يستضيف شيكابالا امال حضرتك استضيف مين حضرتك قول لي مين يعني مين يعني يستضيف باليرينا مثلا ولا ده كابتن فريق الزمالك ده الاسطوره اسطوره نادي الزمالك ما انا كمل اتكلم انت يا احمد اسطورة الكرة المصرية ما انت بتقول لفظ غلط اسطورة الكرة المصرية اسطورة خلاص يا كريم يلا ماشي انا بحب شيكابالا على فكرة طبعا على المستوى الشخصي انا بحبه بحب شيكابالا الاسطورة الفنان بعدين في البداية اتكلم شيكابالا اثبت ان هو مش اسطورة في الملعب حريف ده اسطورة في الكلام ده بيعرف يتكلم حلو قوي ده بيعرف يطلع اللي جواه في حتة انا هتوقف عندها اشرح شوية حاجات كده في معلومات قالها شيكابالا ان اسر اللعيبه اتمنعوا من دخول ملعب مباراه البنك الاهلي من دلوقتي وانت تتبنى ده اللي منع اسر لعيبه الزمالك من الدخول لازم يتحول للتحقيق لازم حق لعيبه الزمالك وزوجاتهم وابنائهم لازم يرجع زي ما حضراتكم شفتوا انا جبت لكم كابتن خطيب وميلاده ونشأته والبطولات اللي حصل عليها واختياره لافضل لاعب في افريقيا شيكابالا بقى حقق الحاجات اللي موجوده مع الخطيب دي حققها ما حققهاش يبقى ازاي انت بتختاره باي معيار انه اسطوره الكره المصريه ايه اللي اسطره اللي عمل الحركه اللي مش تمام لجماهير النادي الاهلي ده المفروض ده كان زمان مشطب من زمان انتوا ماسكين منفخ وعمالين تنفخوا انفخ 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 اعمل اسطوره وهميه اعمل حاجه من لا شيء مش مشكلتنا قول اللي انت عايزه بس انت كنت بتقول مع هزاز الرؤوس في فيديو قديم ان كابتن خطيب اسطوره رد عليك الواد المرتزق اللي اسمه صبحي عبد السلام قال لك لا ده صلاح الاسطوره وبعد منه شيكابالا شيكابالا اتنين فين طاهر ابو زيد فين حسن شحاته ما قالش لي حسن شحاته عشان حسن شحاته معاه مشكله مع كابتن الخطيب ما يقدرش يقوله ما يقدرش يجيب سيرته فين الاساطير فين صالح سليم صالح سليم مش اسطوره غصب عنك وعن المرتزقه بتوعك وعن الجماهير بتاعتكم وعن رئيسك رئيس نادي الزمالك صالح سليم والكابتن الخطيب والناس دي اساطير الناس دي اساطير بارقامها باخلاقها بمشاركاتها بايجابيتها في الملعب بدورها الفعال المجتمعي مش تقول لي شيكابالا اسطوره ايه اللي اسطره شيكابالا اديني اماره مش انت كنت بتقول في اول الفيديو اديني اماره ان الخطيب اسطوره والناس دي اساطير وانا بقول لك اديني اماره ان شيكابالا اسطوره اسطوره في ايه بتتكلم عن عمرو اديب ونسبه المشاهدات ما تلات ارباع اللي كانوا بيتفرجوا على الهبل والعبط اللي قاله شيكابالا مع عمرو اديب كان مين كان جماهير النادي الاهلي بتتفرج بتشوفها يقول ايه دي حاجه الحاجه الثانيه بتقول قناه النادي الاهلي قالت ما هو قناه النادي الاهلي عاتبت على عمرو اديب مش عشان استضافت شيكابالا لا عشان ما عرفش يدير حوار ازاي يعني يقول له ايه انت صح اتخانقت مع مجاهد رئيس اتحاد الكره قال له لا ده انا قلت له حضرتك ما ينفعش عشان الزوجات اللعيبه عايزين يدخلوا حضرتك وراح عمرو اديب عداها حضرتك ايه ده قال له اوعى يلعن ويلعن ويلعن و...
وابتدى يسب ويلعن في مجاهد. بس مجاهد عشان كان عنده تعليمات قول ان هو قال لي اهلاوي، وكأن كلمة اهلاوي شتيمة، مع ان في الوضعية دي كلمة اهلاوي يعني انت مش محايد، يعني انت عايز، انت محروق عشان انا خدت الدوري باحتواء الحكام وباحتواء محمد عادل. هو ده اللي رسخة في عقل شيكابالا، ان هو يقول له يا اهلاوي انت اهلاوي. هو قال له انت اهلاوي، احنا هنحتفل غصب عنك، احنا هنحتفل من غير سواء انت موجود او مش موجود، وهنرفع الكاس وانت محروق. وابتدى بقى يقل يقل ادبه، قال له لحضرتك. فاعتاب قناه الاهلي وقتها كان على ان عمرو اديب ما عرفش يدير حوار، مش انه استضاف شيكابالا. ما هو لما يبقى انت اعلامي ومش عارف تدير حوار واللاعب يقول لك الشمس بتشرق من المغرب وانت بتقول له لا يا حبيبي، ما معروف الشمس بتشرق من المشرق وبتغرب من المغرب، ما ينفعش ان انت تقول كلام مغاير للوضع اللي احنا شفناه والحقيقه اللي احنا شفناها. ده بالنسبه لشيكابالا. اما معيارك كاسطوره، قول لنا انت معيارك كاسطوره ايه؟ ايه علاقه الكلام؟ وقد كده كابتن خطيب حارقكم، قد كده حارق دمكم، قد كده عامل لكم شطه وفلفل من يعني اقول ايه؟ بس ما ينفعش الكلام ده يتقال، ولكن انتوا محروقين قوي بغض النظر. زي كلام ابو حسين يقول لك الاعلام اللي زملكاوي واجعهم، واجع مين؟ ده انتوا اكتر ناس موجوعين في الدنيا، موجوعين بره وجوه، وموجوعين في كل مكان. ده انتوا عايزين تعملوا لنفسكم سعر وانتوا رخاص، انتوا رخصتوا نفسكم يا حبيبي. يقدر حد يتكلم في وجود في وجود مرتضى منصور كله يسكت ويناق ويعمل كده بس، ولما يقول اي كلمه بايخه، لما يقول اي حاجه بايخه يضحكوا عليها، اي حاجه بلاش 900 لازمه يضحكوا عليها، كذب وتدليس ونفاق ووسط مستنقع اعلامي رياضي فاسد للاسف. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.